يا صباح الخير على كل الناس اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. كل سنة وحضراتكم طيبين. خلاص كلها 6 أيام أو 7 أيام بالكتير قوي ويهل علينا شهر رمضان المبارك. ومع شهر رمضان إحنا دايما لينا طقوسنا، لينا طقوسنا طبعا معروف رمضان بطقوس الدنيا، لكن إحنا لينا عاداتنا الاستهلاكية من السلع الغذائية، لينا طقوسنا في الأكل. إحنا شعب بيحب الأكل. بحسب الدراسات اللي اتعملت على هذا الأمر هتلاقي أننا كشعب بننفق حوالي 250 مليار جنيه سنوياً على الأكل، بما يمثل 45% من إجمالي إنفاقنا السنوي. يعني شوف إحنا بنصرف طول السنة على إيه؟ بنيجي على الأكل بس بنصرف 45 مليار جنيه من إجمالي 250 مليار جنيه. شهر رمضان وحده بياخد طبعاً النصيب الأكبر مقارنة بباقي شهور السنة. بيصل الحجم المتوقع من مبيعات الطعام خلال هذا الشهر 45 مليار جنيه زي ما قلت لحضراتكم، وده طبعا بسبب طقوسنا وعاداتنا، تجمعات عائلية، عزومات، خلافه، وده طبعا ده احنا دايما نعمل كده في شهر رمضان. طبعا احنا مش هنقول الناس ما تاكلش، لان طبعا احنا شعب بيحب الاكل، لكن فكر قبل ما تشتري الحاجة. الناس اللي بتنزل تجري عشان تشتري الحاجات من الاسواق ومن السوبر ماركتس ومن المجمعات الاستهلاكية وخلافه، هل الحاجة دي ناقصة من عندك من البيت؟ لو مش ناقصة ومتوفرة في البيت ما تشتريهاش دلوقتي. شوف الرز مثلا على سبيل المثال، هل الرز مش موجود في السوق؟ موجود في السوق. ليه؟ إيه اللي يخليني أنزل أشتري مرة واحدة 10 كيلو في حين أنا ممكن أجيب استهلاكي العادي جدا؟ قيس على كده باقي السلع. ده أنا يعني بضرب مثال بس لحضراتكم بسلعة واحدة وهي الرز. طالما السلعة متوفرة مفيش أي داعي من أن أنا أجري وأخزن هذه السلعة، لأن ده بيأثر على زيادة سعر هذه السلعة وقد يدفع بعض التجار إلى احتكار هذه السلعة. نقسم الشهر 4 أسابيع ننزل نشتري حاجة كل أسبوع لوحده، كل السلع متوفرة الحمد لله. وأكيد شفنا الكلام ده من خلال معارض أهلا رمضان اللي تم افتتاحها في 15 مارس اللي فات في كل محافظات الجمهورية. كل محافظة مش فيها معرض واحد، ده فيها أكتر من فرع لمعرض أهلا رمضان، ده بالإضافة طبعا إلى المجمعات الاستهلاكية، الشوادر، العربيات المتنقلة، مرورا بما تبعناه أول أمس من توجيه السيد الرئيس للقوات المسلحة بعرض منتجات بنصف الثمن، وأخيرا امبارح افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي لمعرض اهلا رمضان الرئيسي بارض المعارض. امبارح شفنا الكلام ده، نفس السلع موجوده في سلسله معارض اهلا رمضان، نفسها هي اللي موجوده، نفس السلع اللي موجوده بره، بنفس الاوزان، بنفس الجوده، لكن بنسبه خصومات كويسه، نسبه خصومات بتصل من 20 الى 30%. ازاي القطاع الخاص بيساعد الاجهزه الرقابيه والتنفيذيه في المحافظات مع او على فكره التواصل مع الشركات ومع المصانع ومع العارضين عشان نقلل الحلقات فالمنتج يصل إليك بهامش ربح معقول بالنسبة للشركات وفي نفس الوقت بيصل للمستهلك بسعر كويس؟ ده بيأكد حاجة واحدة، بيأكد إن الدولة بتتابع حركة السوق، شايفة الدنيا رايحة فين، بتشوف احتياجات الناس إيه وبتشتغل عليها. تعالوا نرجع ورا شوية، من فترة يمكن سنة أو سنة ونص الدولة شافت إن الشباب والناس محتاجين شقق، فبنت لهم الشقق ودخلتها في مبادرات للتمويل بفايدة لا تتجاوز 3%. فبقى كل حد عايز شقة زي ما السيد الرئيس قال، عايز كل حد عايز شقة يلاقي الشقة موجودة. عندنا كمان لفترة من الفترات كان عندنا مشاكل في المصانع، والصناعة الوطنية كانت محتاجة دعم كبير، بدأت الدولة في إعادة هيكلة عدد كبير من المصانع وإنشاء مجمعات صناعية في المحافظات، ولهدفها طبعا دعم الصناعة الوطنية بالإضافة إلى توفير فرص عمل. عملنا محاور وطرق عشان الناس بتسأل، احنا انفقنا مبالغ كبيرة وفي جهود كبيرة بذلت لإنشاء محاور وإنشاء طرق وتكاليف ضخمة عشان نعمل هذه الطرق والمحاور، ليه؟ عشان تساعد في عملية التنمية. تخيل ان في مجمع صناعي بينتج عدد كبير من السلع لكن انت مش قادر ان انت توصله لمكان الاستهلاك، مش قادر توصله عشان تصدره لانه مفيش شبكة طرق، فكان من الضروري ومن الأهمية بمكان عمل شبكة طرق، بالإضافة طبعا إلى مد شبكات الكهرباء والخدمات الأخرى. بالإضافة لده نقطة مهمة بقى جدا وهي التوسع الزراعي، سواء كان توسع أفقي أو توسع رأسي. دايما احنا نسمع هذا المصطلح، إيه الفرق ما بين الاثنين؟ التوسع الأفقي ده عبارة عن استصلاح الأراضي في مناطق جديدة وده لتوفير احتياجات المواطنين، أما التوسع الرأسي وده بيهتم بزيادة إنتاجية الرقعة الزراعية الحالية وكمان مضاعفة الإنتاج. طيب الزراعة دي طبعا مما لا شك فيه بتحتاج مية، فاحنا عملنا ايه عشان نوفر المية؟ قمنا بإنشاء محطات معالجة وتحلية لمياه البحر لتوفير الاحتياجات المائية لزراعة مساحات جديدة. بس كده لا، في اهتمام كمان بالبحث العلمي وتعظيم الاستفادة من وحدة الأرض والمياه، وده بالظبط اللي حصل فين؟ في توشكا.
مشروع مهم بكل تأكيد، وإنتاجه جاي في التوقيت المناسب. فكرة قديمة من الدكتور كمال الجنزوري، مشروع تعثر لأسباب إحنا في غنى عن ذكرها دلوقتي، لكن مع رؤية الدولة البعيدة فكر الرئيس في إعادة إحياء هذا المشروع. طلب الرئيس أنه يقف على كل تفاصيله وأسباب تعثره، والنتيجة مشروع تنموي متكامل ليه عدة أهداف، منها يعني هنذكر بس مجموعة كده من الأهداف: استصلاح مساحات زراعية جديدة بمحاصيل استراتيجية مهمة جدا زي القمح والذرة والقطن وبنجر السكر والشعير والمحاصيل الزيتية، وفي المستقبل القريب إقامة العديد من الصناعات التكاملية التحويلية. كمان بيهدف إلى زيادة الإنتاج الحيواني لتوفير اللحوم وزيادة الألبان وخلافه من خلال مشروعات تنموية، زيادة زراعة الحاصلات البستانية مثل زراعة النخيل عالية الجودة، ده بالإضافة إلى الخروج بقى من الوادي القديم إلى وإتاحة كمان فرص عمل للشباب. مشروع بكل تأكيد بيجسد الإرادة الحقيقية للشعب المصري، عنده استعداد يعمل أي حاجة في سبيل أنه يأمن احتياجاته. في مقولة للزعيم الراحل مصطفى كامل بتقول: إن الأمة التي لا تأكل مما تزرع ولا تلبس مما تصنع هي أمة محكوم عليها بالتبعية والفناء. وعشان كده احنا قررنا ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي من كل هذه السلع الاستراتيجية، وعشان ده يحصل توجهنا للصحراء في خطة من الدولة لزراعة ما يتجاوز 4 مليون فدان. لكن يبقى السؤال المهم: ازاي الدولة قدرت ان هي تعمل ده؟ زرعنا ايه في توشكا؟ محصول القمح اللي هنجمعه خلاص الشهر اللي جاي هيقلل قد ايه من فاتورة استيرادنا؟ مخطط نتوسع ازاي؟ وفي ايه تاني محاصيل بتتزرع هناك؟ عندنا 2,300,000 نخلة مخطط زراعتهم في توشكا، زرعنا منهم حتى الآن 1,350,000 باستخدام طبعا تكنولوجيا حديثة أول مرة يتم استخدامها في مصر. وبشكل عام إيه دور المشروع في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلي من كل هذه المنتجات؟ ده اللي هتجاوب عليه جولة صباح الخير يا مصر النهاردة من توشكا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم حلقة جديدة ومختلفة من صباح الخير يا مصر.